السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله في عمرك. وفي عمرك. دخلت المسجد لصلاة العصر وكنت متأخر عن الجماعة الأولى، وجدت جماعة ثانية واحد كان متأخر زي حالتي كده واهتم بأحد المأمومين، فأنا وقفت جنب منه على أساس إن جماعة ثانية. كان الإمام بتاعنا اللي هو يعتبر أحد المأمومين في الجماعة الأولى صلى بينا ركعة وسلم، فقمنا احنا الاثنين على اساس هنكمل صلاه الرباعيه عادي. تاني معذرة، كرر السؤال. طيب دخلت المسجد صلاه العصر وكنت متاخر عن الجماعه الاولى، فوجدت واحد بيصلي خلف واحد من المامومين في الصلاه في الجماعه الاولى. بعدين فتمت بالامام ده وصلى بينا ركعه وسلم، فقمنا احنا الاثنين عشان نكمل صلاتنا. دخل واحد تاني زق اللي جنبي واخرني على اساس ان احنا جماعه. على كل إن الصلاه صحيحه، وان كانت الصوره دي الصلاه صحيحه وان لم تكن هذه الصوره وردت على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. الصلاه صحيحه.